ديما سبور. اليوم في ديما سبور نوفل باش نبداو بحفل جوائز الكره الذهبيه اللي شوي اخر باش يتم اعلان عن الفائز شوي اخر تبدا الحفله. لا احد يعلم شكون باش يربح، ولكن فما قعدتوا تقولوا فينيسيوس هو مش ربح. انا خلينا نقول لك، انا عامل ابونمون في ليكيب جريده، يجيونا كصبر الاراء. ولت البارح جي فوتي، خرج لي فينيسيوس هارب في 70%. نحكي صبر على الجمهور، هم يسمعوا المختصين، هم شنو عندهم صحافي في كل بلاد، ريزو نتاع صحافيين هم اللي قروا. ما تحسب الجمهور فينيسيوس في المرتبه الاولى هارب بالناس الكل، ولكن ريال مدريد اليوم يقول لم يتم احترام النادي، لذلك حتى حد من ريال مدريد ما هو طالع. هي فما تصوير المسربه ذي نوفل توا بعثوه لي لو كلاسمون دو بالون دور 2024، دونك رودري هو في المرتبه الاولى. لا. فميش انا تصويره مسربه قالوا تسليبه. فميش هم، ولكن اللي يثبت اكثر انه تو رودري هبط، معناه وصل لباريس وفي هبط من الكهرباء للسيريموني، لانه الاخر ما مشيش. وهم نعرفوا الناس الكل يكلموه قبل بنهار، يعرفوا شكون. لا ما يكلموهمش قبل بنهار، ما يكلموهمش. فاش يقولوا فما كلمه نوفل الربح يكلموا. كل عام كريستيانو وميسي صارت كيما هكا، ما مشيش كريستيانو خاطر عرف انه ميسي باش يربح. ملول كانوا يمشيوا الناس كله، بعد الربح يمشي والخاسر ما عادش يمشي. حتى كريستيانو وميسي هو خلينا نفكروا رودري شكون هو. لاعب مانشستر سيتي، رودري اختاروه كافضل لاعب في اورو 2024 كيما هز البريمير ليغ وكوب دو موند دي كلوب، دونك اورو 24 زاد مع المنتخب الاسباني. فهمت علاش مش كارفاخال؟ خاطر اختاروه احسن لاعب في الاورو. احسن لاعب في الاورو دونك ممكن هو الاكثر. والاورو هي كومبيتيسيون كيما الكوب دو موند، اكثر كومبيتيسيون فاليدي معناتها وتتعطى على خاطرها. لكن كيما قلت انت بكري، دونك فما برشا اخبار يحكيو على رحله فينيسيوس اللي تم الغائها لباريس بقرار من ريال مدريد، كما قررت ريال مدريد كل مقاطعه حفل الكره الذهبيه شويه خاطر نستناو الريزلتا. وغدوه نحكيو اكثر عن الكره الذهبيه. فيها نوع من العنصريه، فيها عنصريه لا، هي البالوندور عنصريه من قبل. هو كريستيانو تظلم برشا بالوندور. لحظه، زيدان عنده بالوندور واحده، الراجل هذا تشامبيونز ليغ كاس زيدان، ما عليه مش اسطوره في الكره زيدان. بالون دور واحده شنو باش ياسر يمشيو باساليب ما نعرفش. نكملوا نحكي ونحن بنشجعوا على البطوله المحترفه نتاعنا في ديما سبور. كما نعرفوا بعد كل جوله باش نعطيو التشكيله المثاليه، باش نعطيو مدرب الاسبوع وهداف البطوله. نبداو بالتشكيله المثاليه بعد الجوله السادسه. في حراسه المرمى تالق اشرف كرير بعد مباراه النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، دونك خذا مايور نوت اشرف كرير. في محور الدفاع قوزيغي من الاتحاد الرياضي المونستيري، اسكندر صغير من اولمبي البيجا، ظهير ايسر نقاو غيث بن حسين من شبيبة العمران، ظهير أيمن هيثم العيوني من نيجيريا الصفاقسي. التشكيلة عندنا موجودة ولا لا؟ نورمالمون عندنا التشكيلة موجودة. أي هل موجودة التشكيلة ولا لا؟ هي علاه ما تحطش كي موجودة؟ سؤال. معناتها سؤال للفريق التقني. أي نمشي ولا ما؟ نمشي ولا ما؟ أي سي سيد منصوري التشكيلة حاضرة، علاش ما تحطش؟ بالاسم واللقب. نمشي رحمة ولا زايد نقوم؟ إي ماتش معناتها موجودة التشكيلة وهي تحكي وأنت حاط لي البالون دور في التصويرة. ما معنى هذا بقى؟ هاي الحمد لله. نعاود سي سيد شنو مخو دراوين. التشكيله موجوده وخدمها سي فادي بالانترنت ودنيا. التشكيله المثاليه عاودني التشكيله من الاول. دونك اشرف كرير قلنا في المحور، حراسه المرمى اشرف كرير، محور الدفاع زيغي من الاتحاد الرياضي المونستيري، نلقاو اسكندر صغير زد من بيجا، ظهير ايسر غيث بن حسين من العمران، ظهير ايمن هيثم العيوني من نادي الرياضي الصفاقسي، في الوسط نلقاو ميغيشار ملعب التونسي، اومارو الملعب التونسي زيد غيث بن حميده شبيبه العمران، في الهجوم نلقاو حازم المستوري الاتحاد الرياضي المونستيري، الحضري من شبيبة العمران، ذوما دونك وأشرف الجبري من ترجي جرجيسة. ذوما أكثر من لاعبية اللي تألقوا في الجولة السادسة في المباريات اللي شفناها في الويكام. دونك هذه التشكيلة خلي نقولوا أهم الفرق في تونس ما قدمتش مردود طيب، معناتها ما غير ما نعطيه. أما برشا فرق لعبت مردود متوسط جدا هذا الأسبوع، هذاك علاش طلعوا برشا من الفرق الشابة. بالنسبة هداف البطولة للمرة السادسة على التوالي مازال أومارو. دونك أومارو هو هداف البطولة، لا خمسة أهداف توا. دونك أومارو في بلي معني عمل مقابلة طيبة ضد مستقبل جيمز في الويكاند، دونك هو هداف البطولة المرة هذية. مدرب الأسبوع نوفل نحكيه على مدرب ترجي جرجيس اللي هو أنيس بوجلبان،
اللي قدم مباراة طيبة زاد ضد النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما عمل مباراة باهية ضد الترجي الرياضي التونسي مرة أخرى يتألق. معناتها كان الانتصار مهم جدا في صفاقس ولكن صمد ومركبون معناتها مصحة. فريق الأسبوع للجولة السادسة هو شبيبة العمران بعد الرباعية اللي عملها في الماتش الآخر ضد اتحاد طاوين. شبيبة العمران إلى حد الآن عنده 9 أهداف دونك في 9 مباريات، انتصار برباعية كما قلنا ضد طاوين، 6 مباريات 9 أهداف وربحها 3 مرات، دونك المرتبة الثامنة في أول تجربة لي في الوطنية الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لأخبار النادي الرياضي الصفاقسي، بعد ما طالبت الجماهير بإقالة المدرب سانتوس بعد المباراة الأخيرة ضد الترجي جرجيس، اليوم اجتماع ما بين المدرب والمدير الرياضي والمسؤولين لتحديد مصير سانتوس، هل باش يقعد وإلا باش يخرج من تدريب النادي الرياضي الصفاقسي. كما زيدا نحكيو على أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم انضاف إلى قائمة للأسف الفرق التونسية الممنوعة من الانتداب لثلاثة مواسم بسبب اللاعب فودي كامارا فريق الغيني حورية كونكري. الفلوس قيمتها نوفل 50,000 دولار، دونك المسؤولين قاعدين يطمنوا في الجماهير بقدرة ربي باش تتفض. في الترجي الرياضي التونسي مازال اسكندر القصري، الأخبار اللي اليوم أخذينها من مصادرنا دونك باش يشرف على مباراة الكلاسيكو نجم الرياضي الساحلي بعد ما اشرف على مباراة الترجي والنادي الرياضي. حتى كان الترجي يعلن الاربعاء والخميس على مدرب جديد، فانه الماتش الجاي ما نهربوش، معناتها اسكندر القصري هو اللي باش يكمله والجمهور ما كانش راضي على ادائه طبعا. مازال اسم المدرب مش مؤكد نوفل، لكن فما شوية اخبار مذهبية لو ماكش متأكد ما نقولوش. هو فما اخبار يحكيو على مدرب يراني في السعودية، تو فما اخبار جتنا من السعودية. نسأل انا سفيان، برشا صحفيين يحبوا الفرق خاصة الكبرى يحاول يحمي جمعيته، أهم الإكسكلوزيفيتي. معناتها شفنا البارح زوز تصريحات في إذاعة وتلفزة، تحس الصحفي يعرف أما ما يقولش. إيه مو خطر الجمعية عنده أهم الفريق من 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 باش الجمعية تتغشش، قالك خويا وليت تنشر لنا في أخبارنا وتنشر لنا في كذا وإحنا ماذا بينا نبقاو مسكرين وما كتعرفوا كيفاش الكواليس الدخلانية واللي يكون بديناري واللي بعشر آلاف وهذاك علاش ممكن بين الصحفيين ولو هو الحقيقة نوفل أنا مش نقولها وقت حمل كل المسؤولية. اليوم الصحفيين في تونس خاطر ساعات يقولوا للعبيد شبيكم ماكمش محايدين، شبيكم ماكمش محايدين. شوف الحييد اللي قريناه في الصحافة راهو غير معناه انك تنتمي الى جمعية، ولكن il doit être professionnel في البلاتو. صحيح. يحكي على كل الفرق كيف المشكلة في تونس انه نحنا يسر تهزنا العاطفة، معناه كنحبوا جمعيات نتاعنا نوليو نجيو ندافعوا. ايه باش نحكي معك بكل صراحة وبلا اللي يعرف كل صحافي مسؤول على جمعيته يضرب البوني على جمعيته، يضرب البنية معناتها ويبدا كأنه كل شيء حتى في الصحافة المكتوبة في كل شيء ما يجيش، ونعرف في الصحافة المكتوبة يعلم باسم المدرب ويخبيه لآخر وقت، يقول لك باش ما تفكوش جمعية أخرى باش معناتها للأسف خاطر قرأوه في معهد الصحافة وفي حتى في الرسالة اللي عملوها له أنه يكون نزيه ومحايد وينور الناس ويكون صوت الناس ويتعامل بقدر المستوى مع جميع الفرق مع جميع الناس. احنا ولينا نشوف في صحفيين محبين، صحفي يغضب يتغشش على خاطر فريقه خسر او مسؤوله فريقه. والله في المنزه في رادس بالكلام الزيد مره صحفي ضربني بستيلو كي جمعيته ضيعت وكذا، لا عادي ولا يتغشش سينو في المعلومات اللي يتغشش ويتقلق وما نعرف شنو ما يكتبش، يبعد ما يكتبش. بلال انا ما نعرفش علاش ديما نحبوا نحطوا روايحنا ديما في منزله مش موجوده في مش موجوده في العالم، معناها انه نحن الناس الكل ليه ما فماش حياه مطران في العالم ما فماش حياه ماركا بروفيسيونيل بليله ليه ليه ايدوا انا شو مانيش محايده نجم نكملك فريق مي ايدوا بروفيسيونيل. انا اليوم عندي اخبار كما نحكي على ترجي كما نحكي على فريقي، ولكن لو نحكيوا على المحللين والصحفيين المحللين بليل بلا رجعوا لي صور الاعلام الاسباني ككتب لا في الاز نهار البارح صفحة كاملة تشكر في مردود برشلونة، ما عندهمش التعصب يا بلال، ما عطيناش بيقولوا هذاك كذا، أما يشكروا مردود برشلونة مدريدية أو برشلونية. رد بالك يا بلال فما نوع من الحياد. بالعكس أنا ما نشوفش علاش في تونس مريض حتى واحد في تونس الحقيقة خرج من الحياد وجاه جمعيته، معناها في العالم فما اشهر برنامج وجه الآخرين. بالعكس إي فوالا اش قلت لك، معناها أنا تو نعرف صحابي باش نسألك تخدم انت في اذاعه ولاهي بجمعيه
والجمعيه ذي تجيب مدرب وانت عندك اسم المدرب. لحظه اما يقولوا لك ما تقولوا اي فالا الصحفيين في تونس ما يقولوش مش وانا لحظه متاكد فما خمسه صحفيين نعرف اسمهم يعرفوا مدرب الترجي شكون وما يقولوش والافريقي والصفاقس والاتوال واستاذ يعرفوا يخبي إيه هو بديت لوجيك اما الحياد كحياد كما قلت مثلا ما 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 لا لا مش حياد كيف كنت لا لا فما محلل راهو المشكل في المحللين راهو عندك انت تفرج في برنامج فما برنامج في اسبانيا اشهر برنامج تاع كوره شيرينغيتو يتعاركوا حتى يتعاركوا صحفيين فما فرق كبيره فما فرق كبيره في تونس راهو يوصلوا هما يحطوا محللين في البرامج تاع الكوره باش يدافعوا على الفرق نتاعهم لا اتحدث عن المحللين تحكي كل محلل يحب يولي مدرب ويحب يولي مساعد مدرب ربي عينه نحكي على الصحفيين الاخبار أي. تبدا في بالك بجوار جاي تقول اسكت باش ما يخطفوش اسكت حتى تم هذا هو الانتماء للمؤسسه الاعلاميه من المفروض قبل الانتماء وليد وانت باش تحكي ملاحظه انا علاش انت كمثلا صحفي تعطي في انتماءاتك الرياضيه ثم ناس في العالم ما تعرفش شكون يحب بارتو دون لو موند فما ولا لا تعرف شكون يحب غلطه هذه غلطه ما تعرفوش شكون كيفاش يزي بربي انت ما تحبش تقول بلي لحظه بلي باش نقعد كي نقول لك ما تحكيش في سبور راني نحمي فيك انا نعطي انا راني نعطي في التوازن نخلق التوازن يلا اي كمل يفيس على الاخبار يلا بالنسبه للمستقبل جيبس بعد ما صارت الازمه مع المدرب نحب نقولوا انه تم تعيين شهاب الليلي كمدرب اليوم اول حصه تدريبيه شهاب الليلي كانت عنده تجربة في جيبس مع الملعب الجيبسي لكن المرة هذه مع مستقبل جيبس وقرر أنه يحافظ على نفس الإطار الفني دونك حظ موفق لي مستقبل جيبس وشهاب الليلي مازال نحكي على البطولة التونسية هوني بش سمعكم تصريح نوفل أمين كمون في مزيك البارح شنية قال يحكي على رؤساء الأندية والتشكيلة نسمعوا أمين كمون سنو حتى الرئيس يعطيهم فورماسيون عنده بوست الرئيس يعطي فورماسيون كامله يختار مراكز فما انا نعرف ما تلزونيش عاد فما شكون ما لا ما بين لزك فما شكون خرج بالكار من الاوتيل وما ما عطاش الفورماسيون يستنى في الميساج حتى يجي فما شكون يقول لك انا خويا عندي الحق كان في ثمانيه جوارات فما ثلاثه ذوكم نتاع ثلاثه نتاع الرئيس موجود مع اونترنور في الكار هذه في المنتخب الوطني اما خلينا نكملوا تفاجئك الحكايه هكا ولا متعود سفيان تعرف اللي موجوده موجوده فما ممرنين واضحين بلا شخصيه صحيح فما ممرنين معناتها لا وش على من اعطيه ايراني وياخذ شهريته وكذا ومن اما وي لحظه جو سوي كونتر انا توا ذاني صح الحمد لله يا ربي انا سي ماتران انت تعرفني اسم محمد الماتري سميده كتبت عليها من صغير وحكينا مع بعضنا وفهمت تبع عليا برشا تبع عليا وقت اللي كبر ولا يسب فيا لا لا ابدا ابدا سي نوفل انا كونتر المدربين هذوما انا ما نخدمش هكا سي سفيان انا جو سوي بروفيسيونيل فهمتني؟ شري سمحني تشكيلة أخوة الصباح لا ما نخوش سمع ساعات ما نخوش جملة تشكيلة أنا نخدم تكتشفها في التراء سيون بلاس نوفل نخدم مع الامبروفيزاسيون أو يعرف بلاي الامبروفيزاسيون ما معناها انت عاد بركلا عليك زي بركلا نرتجناش من غزر لنقول لك تقوم عابط طب انت حتى مضروبة ما تقلقنيش لازم اكتب دونك مش بيه في 2006 في 2016 فاندري لكسمبورغ ولا مدرب ريال مدريد قال بعد ما خرج من ريال مدريد قال انه فلورنتينو بيريز كان يتدخل بشكل كبير في تشكيله الفريق والتبديلات اثناء المباريات يعني بصفه عامه مش معناتها صحيح هذا المدرب تاع الريال اي مش معناتها صحيح ليه واللي هلك انشيلوتي لعب مبابي حتى هو مش حاضر مش صحيح اما أي. يعني ماهيش ظاهره يا اخي خاصه كان في لعب سامحني يلي تحب ريال مدريد اكبر متحيل في الكوره بيريز لا 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 تيشنو تيشنو تبيعوا يشريوا كذا شنو خسرت الشامبيونز ليغ عادي بتدخل متحيل تحب تحب بي جي انت عاد تحكي على التحايل اي شنو مش البي جي متحايلين وما خلطوش توك يخلطوا نقولوا يلا كملنا في صالح على على ملاعبيتنا اللي يلعبوا خارج تونس نبداو بعلي معلول البارح حسم محمد رمضان المدير الرياضي للاهلي المصري مصير علي معلول قال تقديرا لظروفه والاصابه اللي تعرض لها تم تجديد التعاقد مع موسم واحد وتحمل نفقات علاجه قال زيد انه علي معلول باش يرجع للتدريبات نهار 20 نوفمبر علي معلول هو اللي طلب مهله لحسم مستقبله في الكره يا باش يخرج
النجم الاهلي في جانفي القادم يقرر الاعتزال نهائيا. نمشي ونحكيوا على علي. يعطيهم الصحه الاهلي قالوا خاطر تضرب زدناه عام هذا تقديرا ليه. دونك علي معلول باش يشوف روحه كيش يرجع جمعتين قال لهم يما يعتزل ولا يمشي يلقى برافو لعلي معلول وربي يوفقه. نحكيوا زد عليه علي العابدي اللي تألق البارح وساهم في فوز نيس على موناكو 2-1. كان العابدي وراه هدف التعادل قدم تمريره حاسمه ليفان في الدقيقه 46. كيف زاد يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي ساهم في فوز نادي العربي على نادي قطر 4-1. يوسف المساكني كان سجل ثنائيه هكا يولي سجل 4 أهداف الى حد الان. اللاعب محمد حاج محمود يواصل التألق في الدوري السويسري مع لوغانو وين يسجل هدف البارح ضد يونغ بويز وسخير البارح عمل اسيست. دونك محمد الحاج محمود وليد تابع شكون اعطيني اصحابه شكون اصحابه حيدر سيباستيان وويليام التيجاني. وين يلعب ويليام التيجاني؟ هذا يلعب في زفونس فخورت الروسي الروسي وهذا سيكون هو يعني في الليكيب دو نتاع فرانس خورد. اي في الليكيب دو هو ديجا وسيكون مستقبل الهجوم في تونس وعيطوا في المنتخب بعد كل عام عيطوا له المنتخب انا ما حبش يجي زاد كان مش اما صوفيين ريتهم الملاعبين هذوما الكل اللي ماركي وعملوا اسيست به كلهم لعبوا ضد جزر القمر وخسروا معني اذا لعبوا مع منتخب تونس حتى